السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود ياشا قيمه يقدرين تينجا مضان مقالك أن مانت دونين إنا يدين سوقت منه وادود حماسة دواته ودح مرتي دكتور زكير نايك يو ويليام كامبل دواده وحا لقبتي تاريخ دو مركة ياهي لابدكوني أفرتي وحا لقوه قبتي وقويق أميركا دواده وحا كسر بسانتا قرآنك يا بايبالك إفتينك ساينسك ترجمها دودان وانيقو محمود محمد فلان هديعي تامركي كوغوه الرئيسي سبسكرايب سار جنبالي الكان أفرو ساعدو هشو برنامج كسته وان سوق لنو داو شوعن مقع إلهي بان قبل آبايا نحريس تقود يميد قارب نحريس تا دكتور ويليام كامبل دكتور زكير نايك دكتور مزاكير دكتور جمال بدوي سامويل نمويل يا مستر سام شماو مدن ايال يا مروين مدن ايال شرفت له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحريسي ان بتقول يكركي نهاهات اني قو قوها اللي يمقع قمن قابي ياشا اسلامي كسنتا وفي نوث امريكا اني قو اهصبيل احمد لما انتي نكسا دوادة لعظان قاسكا وذا هذا الكا يا موضوع وحكوسها بسنيها قرآنك يا بايبلك اي افتيرك الساينسك مر لباد اني وكوها اللي يمقع دكتور ويليام كامبل يا دكتور زكير نايك اسلاميك سنتر اوف نوث امريكا وذا هذا الكان وحال لقو قبانيا روح صاحب تنمو يمي بم تكاله قد بدي سعصب هردع عن كوبان او انكاها اللي اسلاميك سنتر اوف نوث امريكا هدفك إسلامي سنت أوف نوث أمريكا وحوي إن لغودي رجل يوم مسلمين تا ساي أصاب بندقان واجبات كودا ساي مرخاتي والنقضان كوان حريس لهنا أي النقضان إن لوغو يبوه وحبرشوه لانا سيو فرصدا طوبر سيسان لوغو قادة وحبرشا دا إسلامي قاه كورنا لوغو قادة دبيعة دودا جاهلي ولو جرا إن لغو ريمادة أنشح دردا يا ظلمي قد ما نعيد سجل دون إن لا تاجر دلالة دقالها بالشدة عدالة هنت تدوينها حرية ذها مدن جاي بالشدة دحرة ذا إن لا حوجي إسكحرك أذنها إن لا أذو قد ما بح يباهن يهين دون الدافه ذا أيضا سقى سحوق الله صار يدرس كان وقية أمريكا كسكن ما أنت ضد نقاس كه لا بدر روك عداء دحرة حادي يالك وحيك ليهين محمد نايك ومتلا يا دكتور زكير نايك يا دكتور سامويل نومان ومثلا دكتور ويليام كامبل وواجباتك إن الحقيقة عدالة يدق وناق كل كان سأصدرت وحن قعد ثانية أفيان هذا سلم ذا داود ياشا إن كباق هذان يرينته سلوه هنا ضد برقبته أرنت أصدرت وحن قعد ثانية دكتور سامويل نامول إنه نسيه ردع وكجهل يا دكتور ويليام كامبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هتسمي ولا سبيل أحمد فرحد يا شرف بيتها عاوة إن أنا هركان إذن لجوب وقوها الرينتي نفقهان تيدا وهي لجران كوح ولا لهيئة وهي استاد دينة كريستانكا أيان حقيق دي جعلي سني إن هالأمة هاد علينه The Islamic Circle of North America يدفك ديغانكا كواسو صعبة بلد عوان ولا هذا الكقاسكا هون وين بيقبتين أد بوشقيين هذا واحد كل من الدقيقة دي ودم بيسي دكتور ويليام كامبل واحد شقدي ساعة ثمان كسر قبتي كليفلاند أوهايو الرمق البيتك جامعة بس علمتا لما تصل أيوه كشقيني ذلك مركو هالكذ وكسر برت اللغة العربية تدبصر أو كسرنا إندونيسيا كذب وهو قريب بوجيسا أو وجد جوابي دكتور ماوريس بوكاي وامتكو قنعسن كريستيان مديسا كاسو جعل إنه قف كست أشر رح كتاب إنجيل واتدبات لا فرجر هالجبعة وأي لجران طبعا عرورة وأو يهي رنتي وينو كم هذنينا فرحت بين نوتة عاوة إن هالكذ إذا لجونه مهد سندين أنا أقول لك مقع إسلامي ريسيرش فونديشن مقع هو دكتور محمد نايك وحن كفر أحسن هنا دمانتين إذا نحجوه أنا أقول لك دكتور زكير نايك وفرحات إنا ننتجوه دعاءنا قاسكا وعن هيستو فرحت في عن وعن لقى هذا ريو سيدا دكتور ويليام كامبل
دكتور جمال البدوي دكتور مزاكاس او سيدو كلنا نين آم وضا شقينو ولا لسام ولا نموان أنيغا نلجرتا أنيغا أنا أهضل يا ولا لسام ولا نموان يا نفطيدا وحا صوب بندقينا قابك او وضا هدلك او يهي قابك سيدو لسكور راقي سعد دالدنا لوغوغو آميي لمدين أفايانبا وحيتاي دكتور ويليام كامبل ايا مرقى روحو ايدين قطبين دونا كنتن يشان دقيقو موضوعنا يهي قرانك ايا بايبالك يدو لوحر رنية افتين كسينسك كدبنا دكتور زكير نايك او فاليا هالكافوك ايا روحو كسامين دونا بندقيس كنتن يشان دقيقو استاقو كهالي دونا اسلام موضوعي تن وحا راعي دونتا كلافانيك جوابها تاسو دكتور كامبل او كجوابي دونو وحي اصابة لغا دكتور زكير نايك وحونا كغا جوابي دونا لماتن شن دقيقة قدهود وحا دراسة عطا دكتور زكير وحو كغا جوابي دونا لماتن شن دقيقة وحي اصابة لغا دكتور ويليام كامبل قنتي يا قناندكي وحا لحان دونا كلافاني سؤالي يا جوابة فرانة تاسو دكتور استياشا اي كصابة لغا دونا سؤالي هودا حالك استر وحو هيني دونا مكرفان لو دياري لغا استياشا مكرفان كسؤال ويدين تكدب waala hanan doona su'aalaha waxaa loo ogalan doona un kaararka yar oo ay qaybin doonaan mutadawiciinta waxaa loo xulan doona sida u kala horeeyaan kaararka ay soo gudbiyaan isku duwayaasha iyo la taliyaasha hal kasta mudanayaan iyo marwooyin ku soo dhawaada inuu idin khudbeeyo maanta dr william campbell waxaan salaamayaa dr naik oo xaqiiqdii inooga yimid meel fog waxaan kala salaamayaa sabiil axmed iyo maxamed naik waxaan kala salaamayaa gudiga qabanqaabada oo tan ugu yaray doodda kama dambaysta waxaan madaa xogaab mumbuuninaa inay tahay laakiin waa xayeysiin fiican waxaan kala salaamayaa daawadayaasha waxaan jeclaan lahaa inaan ku bilaabo anoo ka hadlaya erayada caawa waxaan rabnaa inaan ka hadalno erayada ku jira baybalka iyo kuwa ku jira quraanka aqoonyahaniinta luqadda casriga ah waxay noo sheegayaan erayga jumladaha gaagaaban ama jumladaha macnooyinkooda waxaa loola jeedaa hadlaha iyo qofka ama haynta dadka ah ee dhageysanaya arinta quraanka macnaheedu u sameeyneysa muhammad iyo kuwa dhageysanayay arinta baybalka macnaheedu u sameeyneysa ciise iyo muuse iyo kuwa dhegaysanayay si aan tan u fiirino waxaan haysanaa macnaha guud ee dhammaan isticmaalka qur-aanka iyo baybalka intaa waxaa dheer gabayo iyo waraaqo qarnigaas jiray kitaabka injiil qarnigii koowaad ee AD qur-aanka qarnigii koowaad ee hijrada haddii aan doonayna inaan raacno runta ma aanan samaynayn macno cusub haddii si dhab aan u raaci lahayn runta maysan jiri lahayn wax been ah oo la ogol yahay halkani waa tusaalaha wax aan ka hadlayo halkan baad ku haysan kartaa sabiibaxashada koowaad tani waxay ka hadlaysaa laba qaamus kuwaasoo guriga ii yaalla mid waa 1911-gii kan kalena waa 1919-gii labadan qaamusna macnaha koowaad doofaar dhasha doofaarka jinsiga labka iyo kandhadiga waa isku mid doofaar kasta ama doofaarka durjoogta ama ka durjooga waa isku mid tan saddexaad hilibka doofaarka weyn iyo hilibka doofaarka yar waa isku mid macnaha qofka ama xayawaanka dabeecadaha casaanka leh waa isku mid qofka hunguriga weyn oo hoos doofaarka ku daadinaya birta ama birta doofaarka waa isku mid balse halkan waxay leedahay macno cusub askarta waxaad ugu yeertaan askarta doofaaro hagaag su-aashu waxay tahay kitaabka tawreed wuxuu leeyahay hilibka doofaarka macni kartaan hagaag intaan jeesta ma dhihi karaa allahaa taas macnaheed waxa weeye askarta macni karaan askarta dabcan maya qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay in aan la cuni karin doofaarka ma ku fasiri karaa ma cuni karaan askarta waa maya waa khalad doqonnimay noqonaysaa been bay noqonaysaa xaqiiqdii
نبي محمد معناه هذا معهن إنه وها أسكري نبي موسى معناه هذا معهن إنه وها أسكري وحال جاب إن أنا أهين المعنى عصب وهنا نستعمل معنيه لا استعمال جري قرن جي كوبات إيدي إيه كحسن بايبلك أما تاس وإنجيل أما قرن جي كوبات إيه جردة إيه كسران قرانك هذا أين أجن وح قرانك كير ورجفته الله يغرى للنقو شيء قلدن باسواق بصدي وحال الشيء فكر كسر بسن ورجفته سيدا أمر يحال بها كلا دوان إنا يتاه وح أسرقان قرآن كنا وحو سيسا دالي ورجفته أسرقان أساو كو قيحي هيرر كلا دوان بوق يرعو عوان كسيه ورجفته آدنها أو قرى كيت مرة أيو كيت مرة وحو كشاقي وغان شاهاه إن ورجفته أي مرته مرحلة كلا دوان المقالين كلا لوغا هلين وعان لغو تسمين إلا لغا قاري قرنقي شني طبنات وحاكو ميساني دونا شاقة شبان أنغو كو تحقلين إن معنياش إرياد عربيقة اللو استعمالي قرانك تاذا لبابنا أنغو كو بارينا حالة تاريخية إنا ديارينين هريرها قرانك وحاكو بلابي دونا أنغو كايغينا إرياد أغو مهمسن أنغو استعمالينا إرياد علاقة آيادها أغو مهمسن إرياد عربيقة مفرد كيسة أماس إرياد علاقة ودارت قود جمعة وحالة استعمالي لحجر سورة قيامة لحظة إذا تضبعت نيشان صدن إيشان صدن إيساقال وين آخرين ني ما وحو أها نين مسمايا لبيع دا من إذا إلا داديي كدب وحو نقض حنجر ديغة إلا هين وو قابيي وو نسميي وحو نكبيغة لبيا ددي سورة مؤمنون أفرطن لحظة نيتضبو وحي لا داي إلا هي واكن إذن كأبوري عره حقيت كدبنا لبيع شهواء كدبنا حنجر ديغة كدبنا وحو إذن كاني إذن كو إلماء تاسي وحا لقيا با إنا تفهم إنسان. سورة حج وتب كل باتين لبات عيد الشنا. ضل وشك دحدي هذا كوسو جنتهين. وإذا صبح أنت أتكشك سنتهين. وحال إن كابورنا عرو. كدبنا دبيع منية. بان إذا كابورنا. كدب حنجر ليجا يعني إذا كابورنا. كدبنا عد هيلب يعني إذا كابورنا. هيلب كاسو مدل أبوريء. يمد على أبورن. إنا الإدين عدينا درتد. أي أساس يلني. رحمي هذا دحدي وضعنا كوسو جينا شيء عندونه. إلا اللي جاء جاري مدلل ما جعابي. كدبنا وحال إذا صوص هرينا. إذن كو عرور كدبنا إنا تقادان أذي جينا وان إذن كرنينا سادو قادان أذي جينا وحا إذن كميدا كوالا أفصريو وحا إذن كميدا كوالا لغو علينيا عمر كيسا وقوليتا وحا لغو علينيا إنو سوحبا أغان درتاد وحاد أركيسا دولكي حالد أوياه ميد أباريستي أما أنقاقي مركانا دولكا أنكسو دجنو بيها مركاس با ويروحانيسا مركاسي سياديسا وحا إنا بحينيسا نوع كستا أو أرق وناكسن وقدمانتينا دوينت بوحدة وحي تاي سورة المؤمنين عتب كلماتين ستحاد آيادة لبي طبانات يا أفري طبانات حقيقة إنسان كيبان كأبورني حوغا سافئة أو لسوسي بي أو دوباء كدبنا وحان كيان إنسان كي دبيع منئة أو ميل سوغن دحذيئة ماشا سو ليلاليي كدبنا وحان أبورنا دبيع ذي منئة هاي آيادة حنجر ديغة حنجر تينا وان أبورني آيادة عاد هلبة وان أبورنا عاد كي هلب كاها أصغو اللفاء لفيهين هلبان هويني إنسان كينا وان أبورني أبور كله وحا خير كي سبطي الله قال ليه إنت وحجان قويسة أقوانا كسنا هل كان وحا كوهينا مراحله أيضا لو إيقيا قرانك نطفة شهو علقة حنجر ديغة مدقة عد هلبة عدام لفو مرحلة شنانا لفيهينا لقوددو هلب بقول كي سنة قدن بيسي إريقا علقة وحا لقوفة سري سيصا سعطة هل كان وحان كوهيا تمفسرات مدوني انا دمانتو دخريو سدح واف فرنسيس تاسو دهيسة قومو داسا او اه حنجر ديغة شن قيبوت واف انجريس تاسو اما ايتاي حنجر اما ايتاي قفاني هل كمدو اندونيزيان قيب تاسو سي سيجمن بالدارا بروق اما حنجر ديغة تنو قدن بيسان واف فارس خون فاستا او اه حنجر ديغة سيدا أخرستكستي كاسو برتي ترنك آدنها وحو حقيق سنية إني سنجر المرحلة سيدا حنجرتا إنتا اللي وقود جرسة ما إنتا أورجيفتا مركة نوادي باتا علميسا وآدوين قام موسيل هالكاس أي كسو غنتاي نور معناها كلية أي علاقة داك ديك يدان مفردكو غا حنجر أما قفاني وقويقة أفريكا لابدان معنى أيا ولي لغا استعمالا بوكانف ربضا بأي يميد ayagoo codsanaya xinjirta dhuntooda ku jirta in laga saaro
هوان تربضن بأييمد وحين إيشيغان إني عايدي وإما لا ضهي مركان كو إيروان كحوما هاي ما إذي سيون كردوه ساد كو هشان عايدينا سابتو آه وحان رميسنا إنو يهي عنوك وحي بيه لها ينولي واديك مركا وحي فهميان فكردها قرآنك دبا قبدي وإنا انتحقرنا آيدها هوري تاساو لغوسو دجي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركو كسوغنا مكو تاس وحي كجر تاساقهاشن إليح سوردوت إريق علق إريكستا تاسو عن كبر نساقهاشن إليح دميلبا كو لابو وانا أخرنينا كودا واق مقع سيد كاقا أبو ريدتك هل كان إريق وحو كجرة جمع ودريت قاب كان إريق وحو يالان كرام عنكالي صوتو أه علق وحا لغسو دران ري مقع فعلك أي عليق مقع فعلك آلا بوحو دقما دا جران إنجريس أهان جملة أهان سويمينز فان تباشو وباشال سيدو كالوحا فلان كرنا إنان كو معنينو هانجين سورتان كلينجين كودجين أدهيرين كودجين أما أدهيرد بل ستبكا ترجميال إنان لوحو سكور بماتو وحي استعمالين حنجر ديغة ديغ عفيسن آيادان سلمدا إيادو أي جرتو تيرادا يا أقوانتا أيولا يهين ترجمانا دان كواسو أديك سيدو إرقا حنجر تختار كفرسيسكا إيلا يرهادو موريس بوكيل aya wuxuu hayaa erayo afaysan wuu qoray waxay u badan tahay inay marin hawaabisa akhristaha waxa waydiinayaan waa marka la dhibaatada erabixinta turjumaadaha intooda badan waxay qeexaan tusaale ahaan macluumaadka aadanaha ee ku aadan xinjirta dhiga bayaanka noocan gabi ahaanba waa mid aysan aqbali karin saynis yahanada ku taqasusa arintan tan waxay muujinaysaa sida ahmiyadiisa ay ugu weyntahay xiriirka ka dhaxaya aqoonyahaniinta xagga luqadda iyo cilmiga sayniska aqoontu waxa weeye marka timaado in la fahmo macnaha bayaanada quraanka ka hadlay taranka hadaan erayo kale ku daro bukeyl wuxuu leeyahay ma jiro qof quraanka si sax ah u turjumay illa uu dr bukeyl kale yimid sidee uu dr bukeyl ugu fakari kara arintaas inay ahayd in la turjumo wuxuu soo jeedinayaa bedelka xinjir erayga calaqa inay ahayd in lagu turjumo sida shay taasoo ah ku dhajin taasoo loo taxraac lahaa urjifta inay tahay mid ku dhagan minka iyadoo loo marinayo ibida balse dhammaantiin dumarkiinaan hadda uurka leh shayga ku dhego kama joojinayso ku dhigitaankiisa si uu u noqdo hilib la rugay wuxuu sii wadanayaa inuu yahay shayga kaasoo ku dhego kaasoo lagu lifaaqo ibida sideed bilood iyo bar tan saddexaad aayadahani waxay leeyihiin hilibka la rugay waxay noqdaan lafo lafahana waxaa lagu daday hilib waxay siinaysaa aragtida ah qolfoofta u horreysay in la sameeyey kadibna la huwiyey hilib dr bukeyl wuxuu si hufan oo fiican u yaqaanaa inaysan tani run ahayn murqaha iyo carjowda horgalayaasha lafaha waxay bilaabaan inay ka samaysmayaan laf dheerta dhabarka isla markaas dhammaadka asbuuca sideedaad waxaa jira un xoogaa bartamaha hanaanka ay maraan lafaha oo ay ku bilowdaan balse urjifto durba waa inuu sameeyaa dhaqdhaqaaqa muruqyada waraaqaasa oo uu qoray dr thomas w sadler kaasoo ah brofesor ku takhasusay cilmiga urjifta iyo cilmiga dhismaha jirka waana qoraaga buugga la yidhaahdo langmanis medical embryology dr stad sadler wuxuu sheegay asbuuca sideedaad wuxuu ku sheegay inuu soo gudbiyo bacriminta feeraha waxay noqon lahaayeen kala goosyada lafaha ma ahan lafaha muruqyadaana way soo bandhigi lahaayeen sidoo kale wakhtigan lafdheerta dhabarkana hadday bilaabi lahaayeen muruqyada waxay awood u yeelan lahaayeen xoogaa dhaqdhaqaaqa asbuuca sideedaad mar walba way wanaagsan tahay inaad haysato laba markhaati marka waxaan arki doonaa waxa dr kate morre uu ka yidhi arrinta ku saabsan horumarada lafaha iyo murqaha buuggiisa horumarka aadanaha annagoo ka soo qaadanay cutubyada kale ah 15 iyo 17 waxaan ka soo helnay macluumaadkaa soo socda nidaamka qolfoofka wuxuu ku horumaraa lakabyada jeermiska ee xoolaha murqaha addinka ayuu ku koraa burooyinka addinka kuwaasoo laga soo dhiraandhiriyey somatic muscle demkan waxaan halkan ku aragnaa isbeddelkan waxaa laga yaabaa inay adag tahay inaad aragtid balse waxaa jira burooyinka addinka intaa kadib halkan waxaa jira xoogaa carjow ah oo murqo ku wareegaysan halkan waxaa ku yaal carjow badan tanina waa ayadoo dhan balse lafo ayaa lagu sameeyey qaabka lafihiisana waa wada carjow wax lafo ah weli ma jiraan tani waa taraarixii labaad oo ku muujinaysa qaabkay u samaysan tahay tanina hadda waa carjowdii keliya lafaha ayaa u muuqda sida carjowda oo kale kadib wuxuu bilaabaa inuu helo xuubka lafta
laf baana lagu sameeyay. Sida qaabka moodalada lafaha ee raali noqda, waxaan rabaa inaan ku laabto tan sida moodalada lafaha u samaysmaan. Unugga uurjiifta wuxuu ku karaa muruq weyn. Addin kasta buradiisa waxaa loo kala saaray muruq fidiya iyo dabciye. Taada kale, si kale haddii loo dhigo, murqaha addinka waxay koraan isla markiiba, waxayna ka koraan unugyada dabacsan ee ku duugan. Unugyadaasoo isku xira laga bilaabo lafaha iyo carjawda, waxayna ku xeeran yihiin lafaha soo koraya.